بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، كل عام وأنتم بخير وأمتنا الإسلامية والعربية بخير. وبعد، محاضرة اليوم تتكلم عن أنواع الرياكشن، kind of reaction. فعند elementary reaction composite reaction. The limited reaction, نعرف انه التفاعل بيتم accomplished in one step. يعني ايه؟ على فرض بروح لبي مباشرة بدون ما يخش في اي ميكانيزم. لكن الكومبوزيت reaction وتقريبا معظم الرياكشنز almost all reactions are composite reactions ممكن تصنف منهم ثلاث انواع. اول parallel reaction، ثاني consecutive reaction، الثالث opposite or opposing او reversible reaction. البارلل اكشن بمر معكم كثير في العضويه. لقول له مثلا على سبيل المثال الهم هاي بنزين اتفاعلوا مع بي ار 2 مثلا، او خلينا نقول طولوين هديني بالشكل هذا. زائد هديني اورثو وميتا ايسومرز طبعا والديفرنت ريشيوز. هكون ميجر برودكت في حاله برومينيشن اللي هو البارا ايسومر، لكن الاثنين بيطلعوا مع بعض. يعني هذا بتفاعل مره مع هذا بديني هذا، في نفس اللحظه بتفاعل معه بديني مين؟ بديني الثاني. الكونزكتيف ريأكشن يعني تفاعل متتابع، لو على فرض A بديني بي، بي بديني سي، وسي بديني دي الى اخره. البوزيتيف ريأكشن كلكم تعرفوها ريفيرسبل ريأكشن، زي مثلا تفاعل مع الاسيد مع الكحول بدينا على فرض استر، هذا ريفرسبل ريأكشن. وريفرسبل في دي فورورد، في دي ريت اوف فورورد ريأكشن او ريت اوف ريفرسبل ريأكشن. ناخذ في الاول البارل ريأكشن. خلينا مثلا بالصوره انا عندي على فرض ايه بدينا مثلا بي، وفي نفس اللحظة A بديني على فرض C، و A بديني مثلا D إلى آخره. There should be more than a product produced simultaneously بيطلع مباشرة في نفس اللحظة. لاحظوا في الحالة أن هذا almost reaction، هذا كل step تمثل elementary reaction. هي لما بدي أجيب معدل rate of formation of كل واحد هذول البرودكت أو rate of consumption of A، لقول له مثلا في الأول rate of consumption A dA by dT. لو دينا هنا على فرض K1 K2 اللي هم rate constant K1 K2 K3 حسب كل step. A لاحظوا قلت استهلك هتساوي minus K1 A، وهنا برضه استهلك minus K2 في A، وهنا تستهلك minus كي ثلاثة في مين؟ في ايه؟ في دهان عامل مشترك، طبعا التفاعل مستمر دي اي اف جي اتش قد ما بدك، لكن احنا هنا قصرنا جاست فور ثري ثري برودكتس. صوت بيرن. عندي هنا ايه عامل مشترك وتساوي؟ ماينس ايه
K1 بلس K2 بلس K3. خلينا افرض نسوم ان K1 بلس K2 بلس K3 just some constant. خلينا نسميه الـ overall rate of reaction. إذا وتساوي ماينس A في مين؟ في K. بحيث انه K بتساوي K1 بلس K2 بلس K3 عشان ما اضلش اكتب ارقام كبيرة. إذا dA by dt بتساوي ماينس K في مين؟ في A. الريت هنا فيرست اوردر حليناه الفيرست اوردر لقينا بيطلع في الحالة انه عندي A بتساوي A نود e to the minus K في تي. ارجع ل الريت اكويجن للفيرست اوردر كانت اكس اشتقيناها كامل A بتساوي A نود e to the minus K في تي. هذا بالنسبة ل A. طب بالنسبة ل B لاحظ B هنا برودكت، لاحظوا A رياكتنت كونسيومر بالتالي حطينا اشاره سالب، لكن بي برودكت هتكون دي بي باي دي تي بتساوي كي 1 في اي، ما فيش احتمال ثاني. ايه طلعناها؟ اذا بتساوي كي 1 في اي نود اي ماينس كي في تي. ما تنساش ال K اللي هي عبارة عن الـ overall rate constant اللي بتساوي K1 بلس K2 بلس K3. إذا هاي DP كم العلاقة هذه؟ DP لاحظ by DT هل تتبع العلاقة؟ دي بي باي، طبعا لاحظوا فيش عندي فانكشن في بي، وبالتالي دي بي هتكون المست ايش؟ تكاملها من صفر لمين؟ لبي، لأن بي كانت عند تي بتساوي زيرو. لاحظوا لما كانت الزمن صفر كان كل المادة مين؟ ايه. بعد ما باش الزمن شوي صار يطلع عندي بي وسي وذي، هتساوي كي 1 اي نود E minus K في T، وهذه من صفر لمين؟ لT ودT. تكامل DP اللي هيكون B من صفر لB، يعني هتضل B بتساوي K1 على ثابت و A نود ثابت، ومن صفر لT E to the minus K في T في DT. تكامل لحد هذا أعتقد فرجناك في محاضرة سابقة، انه لو افترضنا مثلا لت K خلينا نقول ماينس KT بيساوي على فرض U، اذا DU بتساوي ماينس K في DT. اذا تذكرها بده يصير في الحالة هاي K1 A نود DT هتساوي، او خلينا نكملها مباشرة اللي هي من صفر لT اي سلايس كيتا فرضناها بتساوي، اذا اي بتساوي اي عوض عن ماينس كي تي مين بيو. الحين دي تي ايش بتساوي؟ بتساوي ماينس دي يو على مين؟ على كي. التكامل هذا قيمته ويساوي كي 1 اي نود اي اس يو دي يو ايش تكملها؟ اي اس يو، والماينس 1 اوفر كي ثابت بده يطلع برا، يصير هذا ماينس 1 اوفر ايش؟ كي السالب. هي رجع لي لاصلها وتساوي ماينس كي 1 اي نود على كي اي يوش فرضنا اللي بتساوي ماينس كي تي. هي من صفر لتي هذا التكامل وتساوي ماينس كي 1 على كي اي نود عوض عن تي مره بتي يكون اي ماينس كي في تي، ومره عوض عن زيرو ت
تيب زيرو بتصفي ايه وزيرو بتساوي قديش؟ ناقص واحد. هنا دخل السالب داخل القوس هتعكس بصير واحد وتساوي K1 over K A نود واحد ناقص E minus K في T. طبعا ما ننساش ان K اللي هي عبارة عن مين؟ الأوفر أول ريت كونستانت. إذا طلع معدل تغير هتكون بيه بالنسبة للزمن عبارة عن لاحظوا الريت كونستانت الخاص بتكوين بي اللي هو كي واحد مقسوم على الاوفر اول ريت كونستانت مضروب في اي نود التركيز الاولي للمادة اي ناقص 1 في 1 ناقص اي الاكسبونشال فانكشن مرفوع على مين؟ للاوفر اول ريت كونستانت كي مضروب في الزمن تي. اذا ممكن اخذها قياسا على سي بدون ما اشتقها إذا هتساوي تقريبا K1 الريت كونست تبع سي مين؟ K2 تساوي K2 هنا على الأوفر أول ريت كونستانت K مضروب في مين؟ في A نود تكامل 1 ماينس E ماينس K في T. ونفس الوضع حيكون عندي D هيساوي K 3 على K A نود في واحد ماينس اي ماينس كي تي. اذا جبت هنا تركيز اي بالنسبه للزمن كيف بتغير وبي وسي ودي قديش معدل انتاجهم بالنسبه للزمن. طبعا لو كان في دي اكثر من برودكت نفس الاسلوب كله هيطلع عباره عن الريت كونستانت الخاص بتكوين المادة لو كانت على فرض بي هتكون كي واحد مقسوم على الأوفر أول ريت كونستانت في الانيشال كونسنتريشن للستارتنج ماتيريال في التركيز الأولي للمادة المتفاعلة مضروب في واحد ناقص اي مرفوع على اس بيساوي الأوفر أول ريت كونستانت مضروب في الزمن. لو وضعنا هنا ايه كمان هنا يقول اي بتساوي اي نود اي ماينس كي تي. هن كاساينمنت ارسموا على الاكسل الاربع معادلات هذول في في كيرف واحد وبينوا لي قديش بيطلع او كيف بيطلع المنحنيات في لحظه كيف حيطلع المنحنيات معدل تغير بي وسي ودي وايه بالنسبه للزمن. اديكم انا بعض الداتا خلي اي نود تساوي واحد مول بير لتر كي 1 يساوي 0.03 كي 2 تساوي 0.02 و K1 تساوي 0.01 وارسم على الاكسل بنجبها طبعا تعلموا على الاكسل في الحاله هذه افتح على اليوتيوب شو كيف ترسم على الاكسل هتعلم بكل بساطه كيف ترسم هذول على الاكسل وشوف كيف تطلع تقريبا المفروض يطلع لاحظوا انه A زي ما اخذنا لو اخذنا التركيز هي الزمن وقلنا على فرض هاي دي النصب نصب نصب بالنسبة لإيه؟ إيه لما كان تي بتساوي زيرو كان كل المادة إيه؟ يعني كانت كلها هان كانت هاي إيه؟ لكن مع مرور الزمن لما تي وصل على فرض لما لا نهاية يعني بمعنى آخر تي تكون كمية كبيرة يعني هنا خذ تي على فرض تي خذها بتساوي من على فرض من 10 ثواني أو من ل 200 ثانية 200 سكند وزودوا 10 10 10 20 30 لغاية 200 ثانية وشوفوا كيف بيطلع منها حتلاقي ايه يطلع بالشكل هذا تقريبا انها بدأت من اي نود ماكسيمم ومع الزمن اللي بوصل لها تصل صفر
لكن سي ودي واي هتلاقيهم بيطلعوا مع مين؟ مع الزمن. بس كيف بدهم يطلعوا؟ مين اكبر من الثاني؟ مش عارف. هذا الكلام تعرفوا انتم ايش هيبان من خلال رسماتكم، مين هيكون في هذول سي ولا بي ولا دي. هذه اصلا بالنسبه لكم، هذا بالنسبه للبارل رياكشن. النوع الثاني من الرياكشنز، طبعا قلنا هذا التفاعل حتى وجوب الذات في العضويه، العضويه بتنتج انفينيت نمبر اوف برودكتس، مركبات. هي إيه لو اخذنا على فرض الكان وعملنا له برومينيشن او كلورينيشن، هتلاقي بيطلع عدد كبير جدا من مين؟ من الايسومرز، كله بيطلع مع بعض في نفس اللحظه، انهم بارالل ريأكشنز. ناخذ النوع الثاني الاسهل شويه من الكوزيكتيف، خلينا ناخذ مين؟ الاوبوزنج ريأكشن. أنا ما اضحش معنا كومبوزيت رياكشن. كومبوزيت رياكشن اللي هو التفاعل بيتم في اكثر من خطوه، يعني لما اقول A بروح ل B ما بروح مباشره في خطوه واحده في سنجل اكت او ون ستيب، بروح في ميكانيزم، في مجموعه خطوات. النوع الثاني قلنا اللي هو مين؟ البوزنج رياكشن. لو على فرض A بتروح لزد وهنا كي 1، خلينا نقول هنا كي انفرس، ممكن اقول كي 1 وكي 2 بس لكون العمليه ريفرسبل قلنا كي 1 وكي انفرس. فكي 1 الريت تحلل اي لزد، وكي انفرس تحلل زد لمين؟ لاي مره ثانيه. لو قلنا التي بتساوي زيرو، ايش كانت تساوي؟ هتساوي كانت اي نود، وزد كانت بتساوي زيرو للترك البرودكت. لما كان الزمن يساوي صفر كانت كل الماده اي نود، هي ليش كونسنتريشن اوف اي، لكن تركيز زد كان بيساوي زيرو، ما كانتش موجوده لسه. التايم بيساوي تي اي، تصير في الحاله خلينا نقول تساوي اي نود ماينس اكس، او خلينا ناخذها بالاسلوب اللي بس عشان نضحك القواس الكبيره هذه، خلينا نقول هذه بتساوي اي نود. اذا هذه بتساوي اي نود ماينس اكس، وزد صارت تساوي ايش؟ اكس. بمعنى زد تطلع حساب مين؟ تطلع حساب اي. قديش اي بتخسر قديش زد تطلع. هي لو بتجيب الريت اكويجن بالنسبه لزد، ممكن اخذه لا اي او زد، انا حر. لكن طالما انا في لحظه عندي جست اكت وبرودكت، خلي اخذها بالنسبه للبرودكت. ذن دي زد باي دي تي، لاحظ في الخطوه الاولى مكون هساوي كي 1 في مين؟ في اي. لكن في نفس اللحظه زد بقى بتكون بتصير تحلل مره ثانيه، اذا هنا بتقل اذا حتكون ناقص كي انفرس في مين؟ في زد. لاحظوا لما زد تساوي اكس، واضح زد ايش بتساوي؟ دي اكس. لحوات دي اكس الحين، دي اكس باي دي تي بتساوي كي 1، ايش بتساوي في الحاله هذه؟ اي نود ناقص اكس ماينس كي انفرس في مين؟ في اكس. خليك ماشي على طول. مره ثانيه اذا اي تحلل لزد وبكون معدل تكوين زد فيها كي 1 في زد، وفي نفس الوقت زد تحلل في الريفرسبل او الاوبوزنج رياكشن التفاعل العكسي، يعني بترتب الدي ان اي، اذا بتقل وبالتالي بتكون بالسالب ماينس كي انفرس في مين؟ في زد. يعني هذا ممكن امثله باسلوب ثاني، اقول اي تروح لزد، كي 1 بتروح لزد، وزد كي 2 بتروح لمين؟ لاي. بالصوره هاي عشان توضيح بس الكلام هذا. وهنا كي 2 عباره عن مين؟ اللي هي كي انفرس.
عشان هذه العلاقة هذه بدي بعض الكونديشنز. في كيمياء عامة واحد عرفنا أو كان معنا في شابتر 14 الإكوليبريم ولا تركيز المواد المتفاعلة أثناء التفاعل سواء رياكتات أو برودكتس بتظل متغيرة لغاية بس الاتزان. عند الاتزان بيكون تركيز الرياكتنت والبرودكت بيصل لكونستانت فاليو لقيمة ثابتة بتغيرش بعديها. إذا ممكن أقول هنا عند الاتزان دي إكس إي باي دي تي بتساوي إيش؟ كي 1 إي نود ماينس إكس إي ماينس كي إنفرس في إكس إي. هذا مين؟ أت إكوليبريم. عند الاتزان و X رسمت لها بالرمز X E معنى إيش؟ التركيز عند الاتزان. وطالما الاتزان بيكون قيمة ثابتة إذا هذا بيساوي قد إيش؟ بيساوي زيرو. يعني إيش معنى إكوليبريم؟ إنه معدل تغير أو rate of forward reaction بيساوي rate of reverse reaction. بمعنى آخر إنه معدل تكون rate of production زد بيساوي زيرو وفي نفس الوقت rate of consumption of A بيساوي زيرو. إنه بقدر بتكون زد بقدر بتفقد وبقدر بتفقد A بصير بقدر بتكون مرة تانية على حساب زد. إذن عند الاتزان بيصل تركيز كل واحد في قيمة ثابتة وبالتالي لما أفضلها بالنسبة للزمن X E ثابتة إذا تكملها تفضلها زي صفر. إذا بظل عندي المعادلة هذه ممكن أحلها بالنسبة لك إنفرس لهذا العادة صار كلها بتساوي إيش؟ بتساوي زيرو. إذا كي إنفرس منها بيساوي كي 1 إي نود ماينس إكس إي على إكس إي. نعوض عن إكس إي في مين؟ في العلاقة هاي عن كي إنفرس. إذا دي إكس باي دي تي بتساوي كي 1 اي نود ماينس اكس ماينس كي انفرس هيها اللي بتساوي كي 1 اي نود ماينس اكس اي على اكس اي. فك العلاقة هاي عشان اقدر اكمل الحين. فك العلاقة هاي مع ملاحظة انه اكس اي قيمة شمالها ثابتة وبالتالي اخذنا مشتقاتها بالنسبة للزمن بتساوي صفر. اذا فك العلاقة هاي وخذ اكس اي على المشترك هتساوي في الحقيقة بصير لقلنا اكس اي هنا مباشرة فك هذه بصير كي وهي طبعا ايش مقسوم على واحد فلما اكس اي على واحد ضل اكس اي اضربها في هذا بصير اكس اي كي 1 اي نود ماينس اكس اي كي 1 في اكس وهذا فكه كمان ماينس كي 1 اي نود ماينس كي 1 اكس اي. هنا اكس اي كي اكس اي كي 1 اي نود اكس اي وهنا اكس اي كي 1 اكس وهنا بضل كي 1 اي نود ماينس كي 1 إكس إي. سيدخل مين الإكس إي عندي هنا في المعادلة في عندي هنا كمان مين إكس. ضع هذه المعادلة K inverse عوضنا ب K1 إنس سي على إكسي مضروب في مين في إكس. إذن هنا تصير العلاقة K1 E نود X ماينس K1 XE X. في حدود تتصل مع بعض X1 لاحظوا XE XE K1 X K1 A node
هذا الحد سالب سالب بس كده ايش اوجب؟ طلع الحد هذا بتصل مع مين؟ مع الحد هذا. ظل عندي الجواب في الحاله هاي بيساوي امسح الكلمه هذه عشان لو عايزين كله. هي العلاقه بس دي اكس باي دي تي بتساوي ظل عندي اكس اي كي 1 اي نود ماينس كي 1 اي نود اكس على اكس اي وتساوي عندك هنا عامل مشترك كي 1 اي نود كي 1 اي نود في اكس اي ماينس اكس على اكس اي هي رتب العلاقة إذا دي اكس هذا الحد جيبه هان على اكس اي ماينس اكس بتساوي كي 1 اي نود على اكس اي في دي تي وهنا من صفر لتي وهنا من صفر لمين؟ لاكس. طيب مرة ثانية اللي عملناها هان حلينا بالنسبة ل كي انفرس طلعناه بدلالة كي 1 واكس اي وي نود ثم عوضنا عنها في العلاقة هاي تمام عشان تخلص من كي انفرس صفت هاي العلاقة ينفك العلاقة هتلاقي ان في حدين بيتصلوا مع بعض بتظل علاقة بالشكل هذا بعدين خذ كي 1 انود عالم مشترك ثم رتب العلاقة اكس اي وكي 1 انود الثوابت خليهم مع الدي تي بظل عندي اكس اي ماينس اكس وين في المقام يعني عشان كامل العلاقة هذه لت اكس اي ماينس اكس بيساوي على فرض ديو اذا ديو بتساوي ماينس دي اكس هذا حد بصير تكامل دي اكس اللي عباره عن ماينس دي يو واكس اي ماينس اكس اللي عباره عن يو هتساوي هذا كله تكامل عطوه الكي 1 اي نود على اكس اي من صفر لتي اللي عباره عن مين؟ تي تكامل دي يو عليه عباره عن لين اليو اذا لين اليو لو اخذت السالب هان هيساوي ماينس كي 1 اي نود على اكس اي في تي هي رجع لي الاصلها اذا لين الاكس اي ماينس اكس وهنا من صفر لاكس بتساوي ماينس كي 1 اي نود على اكس اي في تي عوض عن اكس مره باكس ومره بصفر بعد بيطلع عندي لين اكس اي ماينس اكس ماينس لين المرة صفر تساوي لين الاكس اي بتساوي ماينس كي 1 اي نود على اكس اي في تي السالب عبارة عن قسمة ذا لين الاكس اي ماينس اكس على اكس اي بتساوي ماينس كي 1 اي نود تي على اكس اي هي فيك هي العلاقة تقريبا انتهت علاقتنا ولكن هي ممكن ارتبها بسوق ثاني ان اقول هذا اكسبونشال اذا اكس اي ماينس اكس بتساوي اكس اي اي تو ذا ماينس كي 1 اي نوت تي على اكس اي لو جبنا الاكس اي مره ثانيه هان بتصير الاكس بتساوي اكس اي في 1 ماينس اي ماينس كي 1 اي نوت تي على اكس اي حولنا هاي العلاقة من علاقة دي الاكسبونشال بتصير هاي اكس اي ناقص اكس وجبنا الاكس اي دخلناها هان وهذا صار مرفوع على الاس لين رتب العلاقة من جديد طلع الاكس اي الاكس برا ودخل اكس اي بتصير اكس اي في 1 ناقص الحد هذا